يلم فيك طائفة ثالثة، لأنه جهل، في جهل في البلد، وهي طائفة جماعة الإخوان المسلمين. ديل طبعا بيجوك بفهم معين، أنا أوريك باختصار. أول شيء ينتزوا الحماس، بيجيبوا لك أبيات دبابة وجنبها واحد شايل لدانا، ويجيبوا لك أبيات حزينة كده، أماه لا تجزعي فالموعد الله، إنا سلكنا طريقا قد خبرناه. خبرناه يعني شنو؟ فهمناه، عرف الطريق. والله يقول لك طريقة سنية وحقيقة صوفية وجماعة سلفية وشركة اقتصادية وهيئة سياسية وجماعة رياضية. انتو شنو ذاته؟ انا ما عارف انتو شنو اللمة ديل كلهم شنو؟ ديل ما بتلقاين الا في الرمود بتاع الديجيتال، كل الحاجات دي شنو؟ الا السلفية ما بتلقاها، لكن الباقيات بتلقى الرمود تحرك، تجيب الكدي الغايمة كلها ما تمشي. ده زمان انا حضرت راسي ما تمشي، بعدين تمشي تلقى الشغلة دي كلها. لكن في دين واحد قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال ابن عباس أي لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. هم بيخلطوا ولا ما بيخلطوا؟ بيخلطوا. يقول لك انت شنو؟ والله أنا قادر، خلاص خش معانا سجل، لكن طريقتي ما بخليها. ما تخليها ما مشكلة، سجل. وانت شنو؟ والله أنا تجاني، تبقى معانا كويس؟ أي طريقتي ما بخليها، خلاص خش ما مشكلة. وانت شنو؟ والله أنا أنصار سنة يا توفيون مركز عام، خلاص نحن ذاته عام خش تعوم لما تغرق جوا. والله بعد شوية تبقي حاجة تانية، ما وريتك أنا في الطيب في النهار من كلها لخبطة. فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالقوك ذو الحماس بدوك المقاطع دي، القوك ذو القرآن يجيبوا لك شنو؟ القرآن، ويجيبوا لك أبيات مسيرة أنا المسلم تريرم تريرم، لحد ما يجيب لك غزير الدمع في المحراب. انت بتفكر فيها غزير الدمع وفي المحراب، المحراب في الجامع وغزير الدمع في المحراب. يا ناس تبقى فيها هوسة، يشغل الأبيات وتلقى حزين جدا ويبكي دموعه سايلة. يا ذول ما تتخدع سايل، غزير الدمع بتاع مسيرة جابون طارق سويدان من جماعة الإخوان المسلمين، وده بتاعنا ده رقاص شديد طبعا اسمه عصام احمد البشير، رقاص ما تزعل منه، قاعد يرقص ما مصدق خش اليوتيوب شغال، خاتي كتفه يده في كتف ذاك طارق سويدان شغالين. وزولنا الرقاص ذاك ما بيرقص، ما بيعرف زي الناس الكويتي ذاك، لكن ذا السوداني مجيها تمام وكذا. بعد شويه جابوا الجماعه قال خليهم نصبر لي شويه، لكن في النهايه ده كله لخبطه جماعه الاخوان المسلمين. بعد شويه ده ذاته من قادتهم عصام احمد البشير طلع على المنبر بتاع مسجد النور، قال العلماء والعباد، وهذه الامه فيها من العلماء والعباد، كلام بالمعنى ده في اليوتيوب تلقاه، قال كابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وكأبي جعفر الطحاوي صاحب العقيده الطحاويه، وكفلان وفلان من العباد والعلماء، وقد اجاد وافاد شيخنا البرعي في ذكر هؤلاء، ومن الرجال والنساء في مصر المؤمنة. قال شيخنا منه البرعي، ما تستغرب لأنه الكبير ذاته فيهم وليس فيهم كبير، حسن البنا كان صوفي براو، قال كده، قال أنا أخذت الطريقة الحصافية، طريقة حصافية خش فيها، وكان في المولد بيمشوا، وكانوا بيمشوا دمنهور، وكانوا بيمشوا الى قبر واحد من الصوفيه اسمه احمد البدوي، بيمشوا له في قبره ويعملوا الابيات بتاعت الشعر في المولد ويمشوا سوا، كلام كثير. فيلبسون الحق بالباطل، هذه الجماعه جماعه الاخوان المسلمين. ومن المصائب التي يقعون فيها انهم لا يبلغون دعوه التوحيد، بل يحاربون دعاه التوحيد، ويرون ان هذا ليس من الحكمه. تمشي مسجد بتاع اخوان مسلمين تلقى مكتوب فيه برا مسجد الشهيد فلان الفلان، جوا تلقى لجنة المسجد، إعلان هام ولا هام ولا شيء، إعلان هام ممنوع الحديث في هذا المسجد،
إلا بإذن من اللجنة قبل 42 ساعة، كأنك دار تعمل عملية جراحية. تلقى برا مكتوب مسجد الشهيد. الشهيد حي ولا ميت؟ كذا كان سلمنا جدلا لللفظة دي. الشهيد ده زول حي ولا ميت؟ مش ميت، وده حقه يعني. الشهيد جوا الجامع مات. طيب ديل اللمام شنو؟ وزيد المسجد مات، ديل اللمام شنو يسلطوا؟ والله ولك انا رئيس اللجنه وفي المسجد ده والى اخره، ونحن من الحكمه نرى انه مواضيع العقيده دي ما بداعي يجيبوها. انا مشيت مسجد في ام درمان، لموا في ناس المسجد، قال لي اسمع مسائل الخلافيه ما تجيبها. احنا قررنا انه مسائل الخلافيه ما تجيبها. قلت له ان شاء الله المسائل الخلافيه بتجيب مشاكل مرات، يعني كون الناس تسدل في الصلاه، في ناس بيسدلوا وناس بيقبضوا، مسألة خلافية والراجح فيها القبض. وكونه الناس يعني دخل المسجد زول ولقى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة ما كان عارفها صلاته صحيحة ولا باطلة، مسألة خلافية، والصحيح إنها ما باطلة لأنه ما كان عارفها. مسائل الخلافية دي فيها أقوال، خليها وأتكلم لك في موضوع ما فيه خلاف أصلا بين المسلمين، الله واحد. قال لي دي الخلافية ذاتها، دي ذات الخلافية. أنا داير أعرف الناس دي تختلف كيف في دي. زول وقف قال الله واحد، يخالفوا يقول له كم يعني؟ يقول له شنو يعني؟ نادوا الله براه ويخالفوا يقول له شنو؟ لكن جهل منتشر. فالجماعة دي والله جماعة منحرفة، والله الذي لا إله غيره. والجماعة دار تعرفها منحرفة إما من قادتها ومن ممارسات هذه الجماعة، وإما من كتبهم، كتب سيد قطب كقائد من قادة جماعة الإخوان المسلمين. طبعا ده ناس كتار موهومين به، لأنه رجل أديب صاحب لغة، ولأنه بيديك عبارات بتشدك، تسمع على سيد قطب ده بتقرب تطق، تنفخ كده لما تقرب شنو؟ تطق وتمرق برا. بتعاين للناس دي جد كفار، سواق والكمساري جد كفار، قول لهم تعاين لهم كافر، ما في إلا تقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والله وده قرآن، لكن هم بيسخروا في النهاية بالمسلمين لأنهم يكفرونهم، وده نوع من التحقير للمسلمين. فالرجل ده في كتبه يؤصل لمسائل باطلة أو يذكر مسائل باطلة، من ضمنها قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع عصبي المزاج، موسى عليه السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أنا أذوب الكلام قال يرحم الله أخي، شوف الله وفقه ودائما يوفقه الله سبحانه وتعالى. ما قال داود عليه السلام، ولا قال سليمان عليه السلام، ولا قال إبراهيم عليه السلام، مع أنهم دول كلهم تمام وكلهم من الصابرين، لكن قال يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. ما قال فاندفع، قال فصبر. فصبر، فهو من الصابرين بل من أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبرهم. بعد ده يجي يتكلم ومسائل كثيرة واقفين فيها، نحن بيناها في مواضع كثيرة لا داعي للتكرار. فجماعة الإخوان المسلمين ناس والله الذي لا إله غيره من المنحرفين، والكلام ده شاهدوا في الواقع تلقاه غير الكتب وغيره. تلقى الأخ المسلم، الاخ المسلم دائما داير يبقى رئيس، دائما داير يبقى رئيس، لكن احنا نبقى رؤساء عشان نصلح المجتمع. وهو الرئيس بيمرق من شنو؟ من المجتمع نفسي. ويقول لك تلقى الاخ المسلم دائما يقول لك نحن في المسجد ده، مسجد ده سايكه دي ما بيمشي، لازم نعمل لجنه. وانا بشوف انه اللجنه دي الرئيس بتاعها لازم يكون زول اول شيء عنده علاقه بالمكاتب، وزول يكون مهتم، وزول يكون فاهم، وما يكون صوفي شاطح، ولا يكون سلفي ناطح. ما في سلفي ناطح طبعا. وما يكون لازم يعني شفتها يقرب يوصف جلابته ذاته، يقرب يوصفها في النهايه يقولوا له اسمع ما تبقى انت الرئيس،
والله انتوا عارفين الموضوع ده، والله انا ما دار، لكن عشانكم خلاص ما فيها مشكله ان شاء الله، ابقى انا الرئيس ان شاء الله. ونحن قررنا كلجنه في هذا المسجد انه الحديث يكون طوال، يبقى الرئيس، تبقى تلقى الرئيس بتاع شنو؟ اللجنه الشعبيه، رئيس لجنه المسجد، رئيس النادي تلقاه الرئيس بتاعه. وبخش في اي مكان، الاخ المسلم ما عنده حدود، يخش اي مكان في النهايه تلقى في محل الموسيقى تلقى قاعد يقول لك هذا البرنامج ما كان يسموه اغاني وغاني، كان يسموه اغاني ومعاني، حتى لو ما جاءوا من جوا من برا يقول لهم الكلام ده. كلام خطير جدا. وان للفن ان يعبد ربه، وانا لي معقوله يا اخي هسه انا اعبد الله والطار، اعبد الله بالموسيقى، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، الى اخر الايات من سوره. فكلام طويل جماعه الاخوان المسلمين، جماعه منحرفه فيها ما فيها من المآخذ، انت لو تعلمتها بتترك جماعه زي دي.